في البداية نهنئ إخوتنا وشعبنا المسلم في العالم أجمع، وخاصة في سوريا وفي جزيرتنا الحبيبة، ونقول صيام مبارك ورمضان كريم للجميع. الإرهاب أثر على المنطقة كثيرا، وأراد الدواعش أن يضع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، بين كل مكونات المجتمع، فلا الإرهاب ولا أي إنسان غريب يستطيع أن يضع الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد الذي نعيش فيه جميعنا. ويعود الفضل إلى آبائنا وأجدادنا الذين زرعوا المحبة في قلوبنا. في هذه السنة نعيد سوية مسلمين ومسيحيين عيد الفطر السعيد وعيد القيامة المجيدة في منتصف شهر نيسان، سائلين الله أن يعيده بالخير واليمن والبركة، أن يضع الأمن والأمان والسلام ويبعد الإرهاب. وكل عام وأنتم بألف ألف خير.